ما هو مستمعينا، يمكن بالأمس 1 أكتوبر أكثر ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، يمكن بالتحديد في الانستغرام، هو أن 1 أكتوبر يمثل اليوم العالمي للقهوة، هذا المشروب اللي يعشق الجميع، هذا المشروب اللي تغنوا بالشعراء كثير، هذا المشروب اللي يعني عدد كبير اليوم صار من أولوياته وأساسياته في اليوم. إذا ما عد اليوم يقول لك أنا إذا ما أبدأ يومي بكوب من القهوة في الصباح الباكر معناته أني أنا ما بديت يومي في شرب القهوة. فلذلك اليوم العالمي للقهوة هو مناسبة للاحتفال بمشروب القهوة في جميع أنحاء العالم، وأول تاريخ رسمي لهذا اليوم هو 1 أكتوبر 2015، كما وافق عليه المنظمة الدولية للقهوة وتم إطلاقه في ميلان. أيضا تم استغلال هذا اليوم للتشجيع على التجارة العادلة للقهوة وزيادة الوعي حول مشاكل مزارعي البن حول العالم. لذلك العالم بالأمس احتفل بيوم القهوة، اليوم في أدرينالين نحن أيضا نحتفل ونحتفي بيوم القهوة العالمي. لا شوفوا، بما أن البارستا موجود ويانا داخل الاستوديو فأنا ما أقدر أبدا أناقش موضوع القهوة. 2-1 أنا استسلم من الحين. روحي شوفي لك دراسات ولا شوفي لك دولة تحتفل باليوم العالمي للكرك وبني لي مشوف موضوع موجود بعدين. موجود للكرك إن شاء الله بأي يوم وراح نحتفل فيه. فأنا شوف يعني من طيبي راح أحتفل وياكم بيوم العالمي للقهوة وبعدين بقص هالمقطع على أساس تحتفلوا وياي باليوم العالمي للكرك. نفكر إذا نوافق تحتفل ويانا ولا. تمام. طيب خلونا في هذه المحطة مستمعين أكيد متابعين، أنا راح أبدأ في البدايات ومن بعدها راح أخلي عبد الله ينطلق في هذا اللقاء بما أن عبد الله أدرى عني في مسألة القهوة. موجود معنا اليوم في الاستوديو سعيد النزواني المدير الموارد البشرية للعمليات في أسطول البن المسيك بالنور والسرور والسعادة. مساء النور يا أختي شيماء ومساء النور أخي عبد الله. أهلا وسهلا بك، خير على الاستضافة الرائعة. أف عليك أف عليك، أكيد احنا سعيدين جدا بتواجدك معنا. سعيد هو أحد طاقم الشباب المبدعين في أسطول البن، ويمكن اللي يتتبع تاريخ القهوة المختصة، احنا نتكلم عن القهوة المختصة مش القهوة اللي والله هي تعد من المكائن على الطرق السريعة ولا القهوة اللي تجيك جاهزة، لا احنا نتكلم عن القهوة المختصة. وهم كانوا من الأوائل اللي بدأوا بنشر ثقافة القهوة المختصة عندنا في السلطنة، فتحية لك وتحية لكل الطاقم الشباب على رأسهم أكيد الأستاذ خالد العبر اللي نوجه له كل التحية من هنا من منبر أدرينالين بالتحديد. جزاكم الله خير ومشكورين. خلينا لحظة شوية عبدالله، صحني ما أفهم لكن بعد أبغى أسولف شوية عبدالله. كشرت عن نيابي يا حسني أنا. وايد. طيب شوف خلينا كذا نبدأ وياك سعيد ونخبرك الحالية أو الآلية اللي موجودة معنا داخل الاستوديو. حسك كذا شوية يعني ما فاهم إيش اللي صاير. اللي صاير أنا من ضمن فريق الكرك 100% ما نهائيا ما أشرب القهوة. تزعلينا كذا. إيش أسوي إيش أسوي؟ عبدالله من فريق القهوة، فأنا حاليا جالسة أشوف أشياء يمكن في حياتي ما استخدم ودائما نشوفها في الصور ان الواحد يوزن القهوة واحد ما افهم صراحة يعني يكون معاكم واضحة. فنتكلم في البداية عن سعيد وبداياتك في هذا المجال. بداياتي كانت في 2018 صراحة مرت علي صورة لماشين قهوة في اللي هي الهوم ماشين، قلت اريدها. سبحان الله اشتريتها واذكر كان سعرها 28 ريال، يعني اللي يشوف هذا السعر الحين جدا رخيص. فاشتريت هذه الماكينة وخليتها فترة ما استخدمتها، بديت أثقف في القهوة وأشوف أتعلم، أمر على بعض المحلات اللي تبيع القهوة واشتريت وبديت أقرب، بس ما كانت هي القهوة البيرفكت لأنه كانت بدايات القهوة عندي. فسبحان الله خليتها فترة إلى أن جت كورونا، يعني أنا أعتبر أن كورونا هي كانت البدايات لأنه أغلب الطلاب رجعوا يدرسوا في البيت، بدوا يشربوا القهوة، بدوا يجلسوا في البيت كثير، فكنت أنا أسوي كوب القهوة وأحضر محاضراتي أونلاين. فهناك كانت البدايات. مرت الأيام بعدها قلت أنا ليش ما أسوي ركن قهوة في الغرفة. حلو. اشتريت أغراض ودفعت فلوس وسويت ركن قهوة بيرفكت يعني في البيت. في الغرفة كنت أقوم من النوم أسوي كوب القهوة، أفتح اللابتوب، أحضر المحاضرات. حلو. ومرت الأيام، فصراحة ما كان من ضمن الخطة أن أنا أكون باريستا. فسبحان الله جلست في يوم من الأيام أتابع الانستغرام وما كنت أعرف أنه أصلا في مقاهي عمانية هذاك الوقت، إن المقاهي العمانية تقريبا بدت في 2017 بدت في السلطنة. فقلت أنا ليش ما أقدم، ليش ما أرسل، ليش ما أداوم باريستا، وأصلا هذاك الوقت ما كان كثير
كثير في باريستا عمانيين في المقاهي. صح. كان فترة الانتشار هذاك الوقت يعني. فقدمت قدمت قدمت، جاني رفض رفض رفض. وبصراحة أيست أيست، جلست كم يوم بعدها قلت ليش ما أرجع أني أنا أقدم. فرسلت نفس الشيء، هي عبارة عن رسالة موحدة أني أنا أريد أن أكون جزء من الطاقم عندكم وأداوم كباريستا وكذا وأتعلم. فسبحان الله من ضمن اللي أنا رسلت لهم كافية بسطة مجان. أيوة. وأخص بالشكر للأستاذ فهد الصقري، قبلوني عندهم، قابلوني قالوا لي الأحد تبدأ دوام. حلو. روحت يوم الأحد بديت دوام، بديت أتعلم. والحلو أني أنا جاي وأنا عندي خلفية في القهوة. عندي خلفية في التبخير، في الرسم. بديت أتعلم شوي شوي على المكاين الكبيرة، لأنه في البيت كانت مكينة صغيرة. فلما تقع على مكينة كبيرة بتشوف انه انت تحتاج وقت انك تتعلم. فانا الحمد لله تعلمت بشكل سريع يعني. مرت الايام في بسطة مجان، وبصراحة خلال شهرين الاستاذ فهد الصقري حط الثقة فيني وعرض علي ان انا اكون اوبريشن مانجر في بسطة مجان. انا رفضت هذه الوظيفة كوني اني انا اشوف اني انا ما اكتسب الخبرة الكافية اني انا امسك هذه الوظيفة، لانه هي مسؤولية كبيرة. صح. فقلت له ما أريد، خليني أكون باريستا أتطور شوي شوي وإن شاء الله. فما قصر هو معاي، انتظرني وانتظرني انتظرني. بعد عدة شهور عرض علي وظيفة أن أنا أكون مدير فرع الخوض في بسطة مجان. وافقت عليها، مسكت إدارة فرع الخوض، بديت أطور فيه. بعدها عرض علي إدارة فرع الغبرة، صار فرعين. بعدها عرض علي إدارة فرع عمان مول، صار 3 فروع. وكنت أنا من ضمن الناس اللي تفتتح فرع عمان مول. حلو. أذكر أول يوم كان جدا ضغط. فمرت الأيام، مرت الشهور في بسطة مجان، كملت سنة كاملة. بعدها قلت أنا ليش ما أروح إلى النقطة اللي فوق شوية، أني أنا أتطور أكثر يعني. خلاص أنا داومت في بسطة مجان سنة، ليش ما أتطور أكثر. فسبحان الله أنا في نقطة ما قلتها، أنه من ضمن المقاهي اللي قدمت فيها أول شيء كان ستولمان، بسبب سمعته، بسبب الناس اللي ذكروا بالخير. فردوا علي أنه حاليا ما عندنا شاغل، نعتذر منك ونتمنى أنك أنت تكون من ضمن الطاقم. فسبحان الله بعد سنة كاملة رجعت أرسل إلى ستولمان، وجالس في يوم من الأيام أنا مداوم في بسطة مجان، جالس على التلفون أشوف ستوري وكذا، والحمد لله أشوف الاتصال أسطول البن. وأنا كنت مسجل الاسم رقم أستاذ خالد العبري جزاه الله خير، كنت مسجل إنه أسطول البن. فأنا انصدمت، أسطول البن يتصل بي. الله الله. فرفعت التلفون، السلام عليكم أستاذ خالد. قال لي عليكم السلام سعيد. وأذكر في كلمة قالها إلى اليوم أذكرها. قال لي أنا يعجبني الشاب المثابر اللي قبل سنة قدم على الإيميل وتم رفضه، رجع يقدم اليوم ورجع يأكد الإيميل مرة ثانية. فجزاه الله خير، قال تعال أريد أقابلك. تقابلنا أنا وياه، عرض علي، ولكن هو عرض علي أنه أنا كنت يعني ذاكر له في الرسالة أني أنا مدير 3 فروع. قال لي هو يعني نتشرف فيك، ولكن أنا الشاغر الحالي اللي عندي باريستا. فأنا بدون تردد، صح أني راح أنزل من مدير 3 فروع إلى باريستا، ولكن راح أروح إلى مكان أعلى، مكان الناس كلها تعرفه، ومكان فيه التطوير سريع. الحمد لله روحت أسطول البن في شهر 12 2021. جميل. الحين إن شاء الله شهر 12 راح أكمل السنة معاهم. فمرت شهور، وطبعا أسطول البن اللي يميزه الطاقم اللي فيه، الطاقم العماني، الأستاذ خالد، الباريستا خليل العبري أخ الأستاذ خالد، والشباب العمانيين اللي أنا داومت معاهم، ما يحسوك إنك أنت في بيئة عمل، حسوك إنك أنت في مكانك، أنت في بيتك، إنه إحنا جالسين هنا نشتغل بس بحماس، بفرح، إنه إحنا نطلع كوب القهوة للكستمر بكل حب مثل ما يقولوا. جميل. فسبحان الله مرت الشهور، أو في رمضان قبل العيد اتصل بي الأستاذ خالد، حياك الله سعيد، يا مرحبا وسهلا. قال لي أنا أريدك تمسك قسم الـ HR والأوبريشن في أسطول البن. قلت له طبعا أتشرف في هذا الشيء، وأنا أصلا جالس أنتظر هذه الحاجة من زمان، إن أنا أكون جزء من طاقم الإداري في أسطول البن. فالحمد لله رب العالمين، أنا أهم شيء عندي اللي هي كانت ثقة الأستاذ خالد اللي انحطت عندي.
وجزاه الله خير حط الثقة عندي ومسكت الأوبريشن والأتش آر، والحين إحنا في مرحلة تطوير أسطول البن. وبعد يومين إن شاء الله راح نحتفل بمرور 5 سنوات من الإبحار، إحنا نسميها نبحر سوياً مع زبايننا وعشاق القهوة في أسطول البن. جميل 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 جدا. أنا اللي عجبني في الموضوع أن اليوم ثقافة انتشار القهوة عندنا في السلطنة بدأت تنتشر بشكل كبير جدا. هذه الثقافة يعني خلقت فرص جميلة حق الشباب اللي عندنا، وأيضا حق يعني من خواتنا، لأن في أيضا باريستا من الإناث من النساء أيضا موجودين عندنا في السلطنة. فمع انتشار الثقافة بدت يعني اهتمامات الناس مع هذه الثقافة بدت تخلق لأنفسها فرص وظيفية، بدي يصير تنافس. اليوم قاعدين نشوف في السوق على مسألة انه اللي يفتح كوفي واللي قاعد يتميز في الكوفي اللي ماله شلون يقدم القهوة اللي هو يقدمها. يعني يمكن انا السؤال اللي يدور في بالي سعيد، ايش هي اكثر القهوة المختصة تحس عندنا مثلا طلبا في السلطنة؟ يعني احنا نعرف ان انواع كثيرة اليوم من القهوة المختصة موجودة يعني عندنا في السلطنة، ايش اكثر نوع تحس عليه طلب وعليه اقبال؟ تقصد نوع المحصول، نوع البلد أو المشروب؟ لا المشروب. شوف، هي المشروبات تختلف على ذائقة الناس. يعني إحنا عندنا زبائن، زبون واحد مثلا بشكل يومي يدخل علينا أنا أريد في 60 ما يغير، لأنه هو خلاص يعني صارت ذائقته وصار عشقه في القهوة الفي 60. في ناس لا، يقول لك إن أنا أريد إسبرسو، أعمل لي إسبرسو أشربه أروح الدوام، أو أشربه وأجلس أخلص شغلي. في ناس لا، تقول لك أنا من عشاق المشروبات الحليب اللي هي طبعا متعددة، اللاتي، الكابتشينو، الكورتادو، الفلات وايت، البيكولو، أسماء كثيرة. نفس الشيء في القهوة المقطرة، في الفي 60، الكاليتا، الكيميكس، الإيروبرس. فكل إنسان يشوف إيش ذائقته. يعني أنا كوني الحين أنا سعيد لازم يومي أشرب فيه إسبرسو، خلاص أحس يومي غلط إذا ما شربت إسبرسو. جميل. هي النوع القوي. أيوة. وكثير ناس قالوا لي أنت كيف تتحمل تشرب هذا القهوة؟ صحيح. يعني أنا في مرة من المرات يعني شوف، هي القهوة جميلة لكن الإفراط فيها نتائجها ممكن تجي عكسية. صحيح. يعني من ضمن النصائح اللي أنا وصلتني في يوم من الأيام، لا تكثر من شرب القهوة لانه الافراط فيها ممكن يسبب لك يعني اعراض جانبيه في القلب، على سبيل المثال خفقان في القلب. صح. دقات القلب ممكن تزيد عندك، تضخم في من حجم القلب من الحجم الطبيعي. صح. فكلها نصائح كانت توصلني، لان فتره من الفترات يعني صرت اشرب القهوه كاني اشرب الماي انا في اليوم. ما شاء الله. صارت الفرنش بريس عندي او القهوه اللي سريعه التحضير هذه القوية يعني توازي تقريبا الاسبرسو، توازي الامريكانو. صرت اشربها ما كان يكفيني الكوب الصغير، وهي تشرب اساسا في الكوب الصغير بكميات بسيطة. انا كوب الشاي الكبير هذا اللي يشربوه الشاي الحليب انا احط فيه الاسبرسو. هي من ضمن النصائح اللي دائما نسمعها نقولها للناس، انك لا تشرب القهوة على معدة فارغة. هذه حموضة ثلاثة ايام تجيك، وبالاخص القهوة السوداء. انا صراحة اسويها، يعني اوقات يكون ما اريد مثلا أكل وجبة الصباح لكن خاطري في قهوة فأغامر وأشربها. هي مسبباتها أنك تعمل لك تقرح في المعدة، عسر الهضم، ممكن ما تظهر الحين، تظهر بعد فترة يعني. فهي النصيحة أنك لا تشرب قهوة على معدة فارغة. جميل. حتى أصلا لو شربت القهوة مع الحليب على معدة فارغة على طول يعورك بطنك على طول. فيفضل الواحد يأخذ وجبة يأكل بعدين يشرب القهوة. وإذا هو من عشاق قهوة اللي يشرب كثير قهوة يحط بينهم مسافة، يعني وقت مثلا بالساعات، شرب الصباح يشرب مثلا العصر، يشرب بالليل، فلا يكثر. يعني أيضا من ضمن النصائح أنه إذا أنت فعلا من الناس اللي تأثر فيك القهوة، لأن يعني في دراسة تقول أنه تأثير القهوة يمتد إلى 6 ساعات. يعني أنت إذا تشربيها الحين مثلا لين 6 ساعات قدام بتخليك القهوة مصحصحة ويقظة، ويعني أنت تكون يقظة وخلاص ما فيك نوم. ترى هو نفسه يقول لك الشيء إذا زاد عن حده أيوة ينقلب ضده. فبالتالي يعني لا تشرب مثلا، الناس اللي تتأثر بالقهوة لا تشربها ساعة 11 بالليل، أنك يمكن لين الساعة 4 وأنت عينك وبعدين بكرة الصباح وياك دوام بعدين عندك دوام باليوم الثاني. لكن في ناس تشرب وتنام. هذه ترى أنا هذه الكلمة اللي أبغى أقولها تعتمد على طبيعة الشخص. أنا في يوم أيام في أحد الأشخاص مر علي يقول لي أنا ما أقدر أنام إلا إذا شربت قهوة. أقول أنت النظام عندك عكسي سامحني، شو ما أقدر أنام إلا إذا شربت قهوة. طيب خلينا كذا عبد الله نسأل سعيد من ساعة في بالي هالسؤال. يمكن أنت ذكرت أن بداياتك كانت في عام 2017 في عالم القهوة وعالم البرستا.
يمكن قبل زمان كلمة باريستا كانت وايد صعبة، خاصة إذا كانت للعماني، سالفة العماني يكون عيب عليه إنه يدام مثلا في مقاهي أو مثلا يمكن يدام في مثلا المحلات القهوة بالذات. هل مر عليك هالتعليق؟ تقريبا أيوة، أو هو ما أنه مر علي ككلام، مر علي كنظرات. أنه يعني عماني يداوم باريستا، كان ما كل الناس تؤمن بهذه الفكرة، ما يعني كانت تؤمن. لكن في اليوم الحالة يعني ما شاء الله صار البنات الشباب يداوموا كباريستا يعني في الكافيهات، ويفتخروا بهذا الشيء. يعني هي أنا أقولك ما عيب، أنا من لما دخلت في 2020 أنا كنت ما أشوف عيب ابدا ابدا، وبالاخص انه يعني يا معيب العيله تقول لك انه احنا نفتخر فيك. بالعكس الله. احنا نفتخر بك، هذه بدايه. وسبحان الله انا ما كنت حاط هذه الخطه اني اكون باريستا هدف، لكن سبحان الله انا دخلتها كعشق ووصلتني اليوم الى ما انا فيه. اصلا انت تحس بلحظه الانجاز، لان الطريق اول شيء ما سهل. يعني انت اليوم تتعرف على انواع القهوه، وفي ناس ترى في ناس عندنا في السلطنه وصلوا لما يجي انت تسوي له القهوه ينتقد، يقول لك انا والله هذه القهوه النكهه فيها شويه ما ذاك الزود، ايش نوع المحصول اللي انت تستخدمه؟ صح. ولا يجي يقول لك والله الطحنه اللي انت طحنتها ما ناسبت مع الفي 60 اللي انا اشربها اليوم، متعود اشربها. ففي ناس صارت تعرف، صارت تنتقد بشكل كبير جدا في مساله القهوه، نوع القهوه، نوع الطحنه، ايش القهوه اللي تستخدمها، ايش مصدر هذه القهوه. فيعني انك انت توصل لمرحله تقدر تتقن كل هذه الأشياء، تقدم للمشروب اليوم للشخص، ولما يجي ويقول لك شكرا هو ذا الكوب اللي فعلا صنع يومي، هذا الشيء أبدا ما سهل. اليوم الباريستا كثيرين، صح، واللي يقول لك أنا باريستا ونشوفهم منتشرين في مواقع التواصل الاجتماعي، منتشرين في كل مكان كثيرين. أنا في يوم من الأيام دخلت في كوفي، أنا ما أعتبر نفسي منتقد لين القهوة، ولكن أنا شخص مثلا صار لي فترة تعودت على نوع معين من القهوة، لما رجعت البلد مريت على احد الكوفيهات اللي معروفه يعني ومنتشره بشكل كبير جدا، فطلبت لي كوب في 60. يا راجل اشرب امريكانو، ما يعني ابدا ابدا ما له دخل كان بالفي 60. فاليوم يعني الناس صارت تعرف، صارت تفرق، صارت تميز. انت لما تقرا التطور سريع عبد الله، احنا صراحه لاحظناه، وكنا دائما نقول انه في السابق ما كنا نشوف بنت تدخل تطلب اسبرسو. يعني كان البنات يميلوا إلى القهوة مع السكر اللي هي مثلاً السبانيش لاتي، الوايت موكا، الباردة. الحين ما شاء الله يعني لما اشتغلت كباريستا في أسطول البن أنا انصدمت من أول أيام إنه بنت تدخل علينا تقول أنا أريد في 60 أو إني أنا أريد أمريكانو أو أريد إسبرسو. نقول معقولة إنه بنت تشرب قهوة سودة؟ كنا ما عارفين هذا الشيء، بس لأنه سوق القهوة تطور، الذائقة عند الناس تطورت، صار البنات يميلن انه يعني ايش في الاسبرسو الناس يشربوه كثير، وصار اني قربا صار اني يدمنن. الحمد لله صار فئه كبيره من البنات صارت تبتعد عن القهوه مع السكر. وطبعا هذا الشيء الاستاذ خالد كان يريد يوصل لهذا الشيء، انه يصنع ثقافه قهوه في عمان بشكل كبير بين فئات كبيره من الناس، والحمد لله جالسه تنصنع وما قال صديق هذا الشيء يعني. جميل جميل، وهذا احنا قاعدين نشوفه اليوم. صح. انتشار القهوه وانتشار الكوفيات. طيب يعني يمكن انا ببالي سؤال، يعني من ضمن الاشياء اللي كانت يعني في حياتي كنت حاب اني اتعلمها وحاب اني ادخل واخوض في هذا المجال اني اكون باريستا حقيقي. يعني كنت اقول اذا في يوم من الايام كانت لي الفرصه اني انا ادخل واتعلم هذا الشيء راح ادخل يعني ان انا اكون باريستا. فالسؤال السعيد، يعني يمكن انت الحين ما شاء الله صار لك 3-5 سنوات تقريبا في مجال القهوه والباريستا وهذه الامور، هل تحس المجال سهل واليوم بامكان كل شخص يتعلمه، ولا المجال صعب ويحتاج لك جهد كبير؟ شوفوا يختلف بين الناس، يعني اللي يحب التعلم يحب انه هو يشوف ان انا غلط ولازم اعدل غلطي، او ان انا اتحمل الشخص اللي يوقف على راسه يعلمني كذا بيتعلم سريع. لانك انك انت تكون باريستا معناتك انك انت بتحتاج تدخل دورات في القهوه، اول شيء تعرف مواطن القهوه، زراعه القهوه، كيف القهوه جت، انواع مثلا القهوه لما يعني تثقف في القهوه. ايوه يعني في مثلا المجففه المغسول، لا لازم تعلم عبد الله، لازم انت اول شيء تدخل في ثقافه القهوه. بعدها يعني احنا في عندنا في اسطول البن دورات تدريبيه طبعا بفلوس للناس اللي تحب تسجل فيهن،
فالكوتش أحمد البلوشي جزاه الله خير يقدم هذا الشيء أنه يشرح للناس أول شيء مداخل القهوة، مواطن القهوة، بعدها يحولهم إلى الجانب العملي، القهوة المقطرة، بعدها إلى القهوة اللي هي الإسبرسو، كيف أنت تستخلص أو تجيب كوب إسبرسو نظيف لذيذ الزبون يتقبله، بعدين كيف أنت توصل إلى التبخير الصحيح. طبعا تبخير الحليب يختلف كثير، يعني أنك أنت مثلا تسوي حليب محروق، أنك تخلي درجة الحرارة فيه عالية كذا الزبون يطعم الحليب أنه هو محروق، أو أنك أنت تسوي تبخير برغوة عالية كذا نفس الشيء يكون غير مقبول. فالشخص اللي يحس نفسه مثلا أني أنا راح أتحمل فلان اللي راح يوقف فوق راسي يعلمني، يقول لي مثلا هذا الحليب غلط كبه عيده، هذا القهوة غلط كبها عيدها، اللي يتحمل انا اقول لك بيتعلم سريع. تتحملها مصايب الحياه كلها تحمل لها، يعني تعالى على كوب حليب لما تفكر انك انت راح تقابل زباين راح يمدحوك، راح يعني صراحه اللي اكتشفناه في عالم الباريستا انه صرنا نتعرف على فئه كبيره من الناس في المجتمع. عرفنا ناس ذو مناصب عاليه في 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 العمل، عرفنا ناس، يعني انا صراحه الحين عندي ناس كثيره من اصحاب البزنس اعرفهم كثيرة في مسقط. سبحان الله أنت بكرة بيكون في مصالح مشتركة بينكم. صحيح. فالباريستا يخليك تعرف على فئة كبيرة من الناس، صاروا عندنا ناس هنعتبرهم منا وفينا. خلاص إحنا حافظين وجه فلان يدخل علينا يوميا الكوفي. حتى وصلنا لدرجة إنه مثلا عبد الله يدخل عندنا يوميا عارفينه إيش يشرب. خلاص. هاي ذكرني ما مشي محل الكرك يعرفوا إيش اللي كرك كرك يعني محل كرك كرك في بيش ايش ايش غيره. لا والله شوف السياره يبلي الكرك على طول بدون ما اتكلم. خلاص لا المحلات الكرك صارت حتى هو نفسه بس الثقافه مختلفه عبد الله. نفس ماشي هو نفسه. احنا بنطلع شيء مال اليوم تعكس من الكرك للقهوه ان شاء الله. لا 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 سعيد انا كرك كرك. شوف انا من نوعي ما احب الاشياء المره نهائيا، عشان كذي ما اميل حق القهوه. في موجود القهوه يعني احنا عندنا المحلى في اسطول البن، ولكن الاورجانيك يعني عسل اورجانيك، شوكليت اورجانيك، كل شيء نعمله بس بيكون المر مع الحلو نفس الوقت. اي بس جدا لذيذ عظمانتك. وبعدين انت ليش ما تكون من فئه البنات اللي انتقلت الى عالم القهوه وتشرب القهوه السوداء؟ ما اقدر اخون الكرك ما اقدر صراحه. ترى كلنا نشرب الكرك، ما حد ما يشرب الكرك. لا اليوم لا لا كل احد يشرب نشرب كرك، لكن القهوه تخليش انت تقللي من الكرك تتجهي للقهوه. صح اكثر ترى صحي اكثر على فكره القهوه. سعيد ما اقدر امشي على نصيحتك مع الاسف. اذا انا اقول وش رايكم ننتقل الى الجانب العملي؟ حبيت الحين كنا ثيوري الحين براكتيكال الحين مره. اذا شوينا ما بتشربي معنا عبد الله موجود. عبد الله تبادلني ولا وين بالاماكن؟ ما عندي مشكله ما عندي مشكله عشان اشرب، يعني انا اجرب عشان تشرب القهوه. حاضرين لكن كذا ولا كذا ترى حتى رئيس على الاخراج بيشرب. صح شويه ما عيد. يا الله جماعه الخير. ها بغض نفسي ترى. طيب احنا نروح اول شيء، بس سعيد قبل لا نروح اباك تشرح للمستمعين ايش بنسوي احنا. احنا الحين اليوم بنسوي القهوه المقطره باداه الفي 60. حلو. طبعا موجود معانا القمع السيرفر زي ممكن بس انتو تذكرين ترفع احنا معاك على هذا. ايوه موجود معانا القمع اللي هو احنا راح نحط فيه الفلتر، وموجود معانا السيرفر اللي احنا راح نقدم فيه القهوه. جميل. راح تتقطر في القهوه بعدين راح نقدمه سيرفر. موجود معانا طبعا الميزان اللي راح نوزن فيه القهوه. طبعا القهوه لازم تكون موزونه بجرامات معينه، بكميه ماء معينه، بدرجه حراره معينه. جميل. هذا جميل. ما كرك والله. انا اقول الحين تقولي وانا اقول الحمد لله على النعمه. بس موجود معانا اللي هي الجرايندر لطحن القهوه. طبعا فيها درجات كثيره. ايوه نضبطها على الدرجه المعينه للفي 6. طبعا عندنا اربع ادوات في القهوه المقطره، بس ترى يختلف بينهم الطحن، يعني يختلف الطحن بين الفي 60 والكيميكس، بين الكيميكس والاير برس، بين الاير برس والكليتا. اختلاف تقريبا بسيط درجه واحده بس. هذه في درجه الطحن. طبعا هذا في درجه الطحن. يمكن كثير ناس يقولوا ايش الفرق، بس طبعا اللي خلاص ذائقه القهوه عندهم عاليه يعرفوا انه في فرق انك انت تغير درجه الطحن يعني. صحيح. وعندنا الكتل هنا اللي هو احنا راح نسخن فيه الماي وراح نسوي فيه القهوه. وطبعا ودائما وابدا ما تفارقنا قهوة اسطول البن اللي تكون رفيقة الدرب دائما. أيوة هذه إيش مصدرها؟ رواندا. رواندا قالي دي كيو. طبعا إيحاءاتها فواكه معقدة، فواكه استوائية، كراميل، حمضية مدرجة، فانيلا وحلاوة عالية. عملت بالمعالجة التخمير والتجفيف.
طبعا هذا نفس الشيء فيها طريق كبير يتم شرحها يعني وأكواب اسطول البن علشان تنور اسطول اليوم. جميل جميل نورين نورين والله. طيب نروح الحين لننفذ ان شاء الله شو اسمه الفي 16 من سوي الفي 16. احمد اذا كنت تسمعنا الحين الكاميرا على سعيد وهو قاعد يطبق وانا وشيماء بنتبادل بالاماكن بنسولف ولا تبين نتبادل بالاماكن عن وش بنسولف عبد الله؟ بنسولف عن الكرك والقهوه. اوكي لان اشوف نتبادل بالاماكن على هو شوفي الحين الحين اللي قاعد ينتشر بشكل كبير جدا ايضا في السلطنه عندنا وبشكل عام في كل مكان للقهوه وعده القهوه يعني صارت فيها حتى مساله هذه اللي تطحن الجرايندر او اللي تطحن القهوه بدات تنتشر ولها انواع كثيره جدا يعني حتى في بعضها العادي اللي ما يعطيك الطحنه اللي انت تحتاجها على مثل ما ذكر سعيد حق النوع القهوه اما شغل الكهرباء تعرف انا ايش اللي صار الحين انا يعني بامانه اول مره اسمع عن درجه حراره معينه في الماي حتى الماي درجه وتوزن. حراره هذي الوزن هذه للفي 60 زين لها إيحاءات معينة لها حرارة معينة لها يعني أشياء كثيرة يعني تكون موزونة هي ذكر فيها مسألة إن بعدين يمكن اللي يتذوق الشخص العادي يمكن اللي يتذوق يقول لا والله ما في فرق أنا لم شربت الفي 16 لو شرب ما فرقت عندي درجة الحرارة ولا الشيء اللي موجود لكن الشخص اللي يعرف يتذوق بيفرق في الإيحاءات اللي ذكرها اللي هي هذه مثلا فيها نكهة معينة وغيرها ما فيها نكهة معينة غير القهوة غير اللي يغرد بالقهوة غير تحسي قاعد وصلني وصلني الإحساس صراحة وأنا قاعد أشوف سعيد وش قاعد يسوي الحين طبعا هذا يمكن اللي قاعد يتابعنا الحين عبر مرئيات الشبيبة في التويتر مرحلة الطحن أول شيء حتى صوت الطحن واضح أنغام موسيقية سمعي أنت بس سمعي الصوت تسوي كذا في الكرك أنتو ما تسوي كذا في الكرك يسدك صوت الغليان اللي موجود أي غليان أي صوت دي ليش واقف ضد الكرك سؤال يعني أنا ما واقف ضد الكرك أنت المفروض في المنتصف بما أنك تشرب الكرك وتشرب القهوة أنا أكثر واحد يمكن يشرب كرك على فكرة بعد يعني أنا صباحي كرك وأنا القهوة عندي شوفي الناس صباحي ومسائي ها لا صباح عندي الكرك المساء عندي القهوة يعني في ناس ما صباحي ومسائي يعني صباح الكرك والمساء لا ما دوام مدرسة أنا صباحي ومسائي إنزين عبد الله لأن أنا ما فاهمة شيء يعني إيش اللي صاير حاليا فخلينا كذا نشوف سعيد نحن الحين حاليا طحنا القهوة بعد طحن القهوة إيش اللي راح يكون بالضبط بعد طحن القهوة إحنا ننتظر الماي يغلي أيوة بعدها إحنا نخلي الفلتر في القمع بعدها نقوم بتنظيف الفلتر بالماء الساخن اذا في اي وساخه او شيء بعدها نخلي القهوه لحظه بس نرفع شوي المايك سعيد لا المايك مايكروفون رفع على اساس الصوت ايوه انزين قلنا ننظف القمع يمكن في اي شوائب اي وساخه او شيء بعدها نخلي القهوه في القمع ونبدا بتحضير انت ذكرت مساله ان وزن القهوه وين بالضبط هذا اللي ما يفهم شيء في القهوة يعني القهوة احنا الحين اول شيء قبل لا نطحن ايوه وزننا القهوة حضيت مثلا 20 جرام الحين اوكي بعدها وزن القهوة يكون وقت التحضير انت سعيد ايش اللي يفرق ما بين 20 جرام ولا 50 جرام ولا شيء كذا هو ما انه يفرق شيء بس انت الكمية اللي تريديها كم اوكي يعني تريد تعمل 15 جرام تريد تعمل 16 جرام ما تفرق ابدا يعني ولكن عادي اللي يفرق كمية صب الماء طبعا هي تتبع بما يسمى ريشو تضربه في 15 إيه؟ عدد جرام قهوة تضربه في 15 يعني بيكون عندنا إذا احنا الحين عملنا 20 جرام قهوة بيكون 300 ملي ماء 300 اللي احنا نصبه في القهوة اللي راح يستخلص هنا يحتاج الوزن يعني احتمال يمكن من 200 وشي كذا بس تعرف سعيد ذكرت قصة مرت علي مرة ان رحت طلبت قهوة حق صديقتي انزين وانا خبرتك ابدا على نسبه الثقافه في القهوه معي صفر على الشمال يعني المهم دخلت المحل قلت لها اريد قهوه كانت تقول لي وش نوع القهوه اللي تريديها قلت لها اريد اقوى قهوه وياكم قالت لي ما يخالف بس اول شيء على القهوه المهم كان جابت لي الكوب شوف خفيف احس ما في شيء داخل كان
وانا لاني ما اعرف شوف القهوه اقول كيف بعطي صديقتي يا اخي هالقهوه اللي ما فيها شيء. انا متعوده لما احمل كوب الكرك وكوب الكرك مليان وبعد فهذا في شويه. قلت برايي شيء ما يخالف اعطيها اياه. صديقنا اول ما اعطيتها اياه فرحت، قالت شي ما هذه القهوة وايد أنا أحبها وكذا. ولا لو تسألني اليوم إيش اسم القهوة بقولك ما أعرف. هذا اللي ما يثق في القهوة. هذا اللي ما يعرف شيء نهائيا في القهوة. فكذا يعني أنا أحس يختلف من شخص إلى شخص آخر نوع القهوة اللي يختارها، القهوة اللي يحبها. بعد الحين الخطوة الثانية وإيش؟ شي ما درجة حرارة الماء خلاص وصلت للدرجة المطلوبة. مثل ما قلت لك محتاجين ننظف القمع. أوكي. هذا بيحتاج ان احنا نشيل هذا الماي. الحين راح نطلع القهوه اللي طحناها. هاي القهوه المطحونه خلاص. طبعا لو انا عبد الله بيعرف من الشم ايش الايحاءات اللي فيها. عبد الله الله ينتظرك. الفروتي ايوه كلها شم الجمال. شميت فني. تعال زين الحين راح نخلي القهوه اللي احنا طحناها الحين راح نعمل بما يسمى بالبلومينج لو ترطيب القهوه ومع تشغيل درجه مع تشغيل الوقت طبعا. شوف حتى هذه التدويره هذه وحدها فنترة. تدويرة الماي وهذا هذه وحدها فنترة. اهم شيء انت مستمتع من هناك. اوه جدا جدا جدا. احنا بعد ما عملنا بلومينج 60 ملي هذه مرحله انه الغازات مال القهوه تطلع. ننتظر 30 ثانيه او 35 ثانيه نرجع مره ثانيه. تكون الصب على دفعات 300 ملي. اللي قاعد يسمعنا الحين يعني اذا لحظات الصمت هذه ترى احنا قاعدين نركز على الفي 60 لحد ما يجهز. اليوم معنا سعيد في الاستوديو وبما ان امس كان اليوم العالمي للقهوه فقاعدين نسولف عن القهوه ونسوي قهوه في نفس الوقت بعد في الاستوديو. هذا احلى شيء في الحياه. هذا احلى شيء تذاكر وتسوي قهوه. اسمع الصوت عبد الله. واضح الصوت؟ واضح نزل شيء. انا ايوه نزل مايك شوي عليه. عبد الله معوض اكثر من المستمعين. شوف القهوه ويشم روائح القهوه. مستمتع انا اليوم اللي يدخل الاستديو اليوم ريحه الاستديو كلها قهوه. لين بكره يا الله. لكن عبد الله على الاقل احلى من الكرك. انا اقول لك لا سعيد لو سمحت اكثر سعيد. اكثر فائده بعد انت بتضيع كل شيء ترى اليوم. ما توقعتها ما هقيتها منك يعني. انت لو قلت بنجيب لك من اسطول المشروب محلي. يعني شوف انا من البدايه قلت لكم يعني انا بوقف وياكم مع اليوم العالمي للقهوه يعني وافترض ان انتم يعني ترحبوا بهالشيء عبد الله وسعيد. ما مشكله اليوم العالمي للكرك احنا بنوقف وياك. بنشوف. بنوقف وياك ان شاء الله ما مشكله. واضح الصوت عندك مال التخطيط؟ شويه. طيب. يعني واضح يعني حتى حنان مشاركت لنا ايش تقول حنان؟ تقول القهوة كالحب قليل منه لا يروي وكثير منه لا يشبع. شكرا حنان على هذه المشاركة. انا توقعت احد بيوقف معي اليوم بما ان عبد الله وسعيد ضدي. اثنين ضد واحد. انا المشكلة اعلنت راية الاستسلام البداية بس ما اعرف ليش انتم للحين مصرين. شيء ما احنا متعصبين في القهوة صراحة. والله انا احلى شيء انه في الاستوديو معي عبد الله. مع الأسف. طيب شو سر انتشار؟ أنا وايد أشوف إنه الفي 60 بدت تنتشر بشكل كبير جدا عندنا وصار الناس يعني عدد كبير من الأشخاص يعرف شلون يضبط الفي 60 فعلا. هل لنا يعني سهلت التحضير أم لأنه فعلا طعمها جدا هي مثل ما قلت لك في البداية صار لها عشاق كثيرين. يعني صار الشخص لما يقرب القهوة اللي هي الفي 60 المقطرة. شوف هي طبيعتها اخف من القهوه اللي من الماكينه صحيح مثل الاسبرسو والامريكانو. الفرق انها هي جدا خفيفه
يعني عشاق القهوة صاروا يميلوا لها مثل ما قلت لك، لأنه صار فئة قليلة اللي هي ما أنها فئة قليلة يعني، بس صار الشخص اللي يشرب مثلا إسبرسو يشوف أنه كمية قليلة وقوية، فيقول لك أن أنا أخذ مثلا سيرفر قهوة أشاركه مع الشباب. يعني فعلا. أنا صراحة شخص لما أطلع مع ربعي في البلد نطلب مثلا في 16 أو نقول شيرينج، ناخذ الكواب الصغيرة مع السوالف نشرب الفي 6. لكن أنت إنك تقدر تأخذ مثلا إسبرسو ما يقتضي تقدر تسوي شيرينج بالضبط، تشرب وحدك وسريع على طول. وعلى فكرة يعني حتى العدة هذه كاملة الستب احنا نسميه مال الفي 16 هذه، في بعض الأحيان يعني يمكن قيمتها إذا بتأخذ الأجهزة الأصلية كلها تكون غالية. هي قيمة عدة الفي 6 تكون أقل من العدة اللي هي الماكينة، لأنه المكاين يعني الحين صار أقل المكاين اللي هن مال البيت 45 ريال 40 ريال. صح العدة مال الفي 6 تكون غالية، لكن أنت مع الماكينة بتحتاج تشترى عدة أدوات. أيوة اللي هي اللي عندك اللي أيوة مع ماكينة البيت بتحتاج تشترى مثلا بورت فلتر اللي يسمى بالبورت فلتر، بتشر الحليب، موزع للقهوة، كابس للقهوة. هذا احتمال انت يعني العدة توصلك الى 200-250 ريال، لكن عدة الفيزيكسي لو جيت تاخذ تقدر تاخذ اشياء مثلا ما بيرفكت لكن تعطيك الايحاءات القريبة، لكن تقدر تعمل لها قهوة. أيوة. ممكن توصلك الى 100 ريال نقول مثلا، في ناس كثير يشوفوا مناسبة يعني. جميل. لكن اذا بغيت اغراض مثلا تاخذ اغراض بيرفكت، انا كنت في يوم من الايام حسبتها، كنت اريد اخذها عند الشباب من آلات، الأستاذ يوسف ومحمد العبري جزاهم الله خير، جلست أنا أحسب أن أنا أريد أخذ عدة فيزيكس وكذا، شفت أنها تكلفني 140 ريال لكن أدوات بيرفكت. وجزاهم الله خير طبعا حاليا هم اللي موجودين في السوق، مش تسويقيا بس هم موجودين الحين في السوق ما شاء الله عليهم، بيع الأدوات، تركيب المكاين، المقاهي، السيرفس وكذا. شيء ما الخطوة الأولى هذه؟ شوف أنت مبين علي صح إني ما فهمت. شيء ما تريدي؟ لا ما أريد شكرا. لا لا ضروري تشرب، ضروري تجرب اليوم الفي 16 وشوفي. أنا أعرف إنك أعرف إنها مرة بتقولي ما حلوة، بس على الهواء جاملي يقولي إنها ما شاء الله لذيذة. ما أقدر أجامل. لذيذة وكيف سويتي؟ أحمد بيشرب عني. أحمد صبلي بيشرب ترى صار ثلاث أكواب مسويهم. زدت ثلاث أكواب، واحد اثنين ثلاثة. أنت إنزين تشفي لو رشفة بسيطة. والله ما يعني أسلمت 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 يا سلام. وين أحمد؟ أحمد أحمد من مريات. أحمد إذا سمعنا تأخذ الكوب مالك مال البي 16 خلي لك إياه على على جنب. كيف عرفت إن أحمد يسمعك؟ خلي الكاميرا عليك. خلي الكاميرا عليك، يقول لك تعيش الكوب، وأنا ما أقول خلي الكاميرا عليك. الحين الجلسة حلوة حقيقة، قهوة وسوالف. الحين الحين زانت زانت الجلسة، زانت الجلسة على قولتهم. جماعة الخير اللي يسمعنا حاليا لو سمحتوا من كذا كوب كرك يعني. أحمد ممكن الكاميرا علي؟ كوب من القهوة وعزلة وأترك العالم لك. يا الله ما هي ما هي كيف القهوة عبد الله؟ والله لذيذة 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 جدا يعني. شوفي هو مثل ما قال يعني فيها إيحاءات يعني، هذا هذا نعتقد من ضمن يعني الأسرار أن انتشرت الفي 60 بشكل كبير جدا عندنا في السلطنة، أنها هي فيها نوع من مش القهوة المرة المرة اللي هي نحن نسميها اللي نعرفها اللي هو القهوة المرة الشديدة المرورة، هي اللي تكلمنا عنها في تكون في لما تحضرها بالمكاين. أيوة هذه فيها نوع من الإيحاءات اللي هي مثل ما ذكر الفواكه، بعض من الانواع يعني في بعضها مثلا يجيك بالعسل تحس فيها يعني كذا لذت شويه انه طبعا عسل. هذا يوصلها الشخص اللي خلاص مثلا ذائقته تتعود في القهوه يعني. دقي اوقات انت حضرت القهوه من الريحه بس تقول انت فيها وفيها وفيها، ممكن الواحد لما يشوفك يقول هذا وش يقول، لكن صح انا يعني جربتها الصراحه، كنت سابقا ما افرق بين القهوه بس شوية شوية صرت الحمد لله يعني كوب القهوة أوقات نعرفه من النظرة فقط، مثلا اللي هو الإسبرسو صرنا نعرفه من النظرة. ليش؟ لأنك حتى ننزل تحت الماكينة هي وتستخلص نجلس نشوف من الاستخلاص، صرنا نعرف أنه هذا الاستخلاص صح هذا الاستخلاص غلط، هذا كوب القهوة بيجيك صح أو لا. طبعا مع حساب الوقت مع حساب الملي ومع التذوق. جميل 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 جميل، يعطيك العافية سيد، وايد استانسنا معاك، وكل ما اردت ان الجلسه تزين
حط كوب قهوة حواليك بس ومجزين الجلسة مبين زاد الجلسة. وايد استأنسنا معاك اليوم في هذه الوقفة البسيطة والجميلة، نورتنا وشرفتنا وشكرا على تعنيك ولعدك اللي هجابنها معاك، استمتعنا معاك كثير. جزاكم الله خير وحسنتوا وتشرف فيكم، والشكر إلى شيماء هي اللي هي رتبت هذا الشيء، والشكر لك يا عبد الله وجزاكم الله خير. كلمة شكر تقال للناس اللي وقفت معي في هذا الطريق، كلمة شكر خاصة للأستاذ خالد العبري. نوجه لك التحية، شكرا لك، سعيد على وجودك اليوم معنا. جزاكم الله خير ومشكور. وترى مشروع بارستا موجودة إن شاء الله الاستوديو. شوف السنة القادمة، السنة القادمة في ذاك. السنة الجاية؟ لا شوف السنة القادمة في نفس اليوم، في اليوم العالمي للقهوة 1 أكتوبر، ما بيحتاجتي ابو سعيد، انا بكون الضيف ان شاء الله. ان شاء الله، قول ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعالى. شكرا لك سعيد، جزاكم الله خير. شكرا.